اوبا، سلام. فيديو جديد، دخل عندكم تحمسة في الفيديو هذا. ان شاء الله غادي نبدا نجمع الوراق ديال لاكت ديالي، لاكت دو مارياج. دايوغ كنشكر بزاف كاميليا السيده اللي عاونتني، كتعاوني بلوتو، قالت لي انا غادي نبقى معاك حتى غادي نصيفطك لدارك. انا قلت علاش لا تعيشوا معايا لي زيتاب كامله اللي كنعيش دابا باش انني نوجد ان شاء الله الوراق ديالي. اول حاجه هو انه خاص يكون عندك الباسبور. هو يلا دابا مشيت تصورت، يلا نشوفكم عاوتاني من نشوفكم، تبقاو معايا اجور لي زيتاب. هاي ما عرفتش علاش كنحس براسي عيانه كصراحه، السوقان كيعي. اليوم مشيت دفعت الباسبور ديالي، قال لي واحد سيمانه ان شاء الله. البارح كنت اكسيت تاكن، دابا كنبان لكم تحت حق. هلو اجين، يلا دفعت الوراق زعما طبعت ودرت انا وصاحبتي هايا وكاله باش تسيني بلاصتي وداكشي. هانتي لالا دابا انا ماما هادشي اللي خاصني، هذه تعطيني هذا كامل شهادة العزوبة. ياك بسم الله والله مع الاوريجينال. ماشي هو اللي طلبوا لي، دونك انا هادو هما اللي بغيت نطبع. صافي ما تخافيش، ما تخافش عليك باش جبتي لي قضيتي لي الغرض اصاحبي. نجي خوت ولا خوت، واخا غوتات عليا ما هضرتش معاها. لا عسكر ولا زمر، علاش غوتات عليك؟ قلت لي اش كنغير في التليفون وحنايا وخلينا شغلتنا وين نشوف فيها. قلت لها ميرسي حيت كانت سالات لي طبعت لي الورق، خليتها تقول لي بغيت. ميرسي صاحبتي. طبعوا لي وحدين، الاخرين قالوا لي في العماله طبعت لي وشحال فابور. اختي ما خلصتش حاجه. فابور والله القسم، قالت لي نورمالمون كان 20 درهم، ما قالت لي حتى شي حاجه. انا الله وصلت حتى صاحبتي تبارك الله شتي. شوفوا الحمد لله ناري ديما في الشتا صراحه محتاجين هاد الشتي، وما صباتش بزاف صراحه كيعجبني كم صافي. ديك الريحه اللي كطلع ديال التراب كتجيب واحد الراحه. هاو عزيزي احنا في لاكار معاه، يلاه الله يعاونك وطرح السلامه. امين شوفوك على خير. امين امين. صاحبتي عيطات لي قالت لي راسي دير الكازا بلا يا مشبخ، انا عندي تران دابا ان شاء الله يحطني في كازا بلا جو غير ديك مشاور ان شاء الله. صاحبتي كانت جالسه حتى طلبت عليها اللي باغي يتزوج يجمع الاوراق فيق مع الصباح. لا حنا وصلنا لرباط المدينة. سيري يا خوتي، تلاقينا مع واحد السيد سبحان الله، بقات هضره كتجيب هضره حتى بقى كيعطينا، قال لنا بنتي في المانيا وشنو تزوجات. الواحد اللي كنلقى كنحاول لو ماكس ناخذ منه. صاحبتي باش كتعجبني معايا حسكه. صاحبتي طبعات ليا، حنا مازال دابا في وزاره الخارجيه. تنكر هذا خوتي تنكر كاينه ريقه بعيد. صافي بقى لي نقول لك الله يحميك والديك. دابا فاش طلعت علاش هو الصبح حنا ما نمش ندير وراك دير خدمتك. هو هذاك الاخر اللي صفني حكي لي كنت كنكون كنكون عندي واحد الطريفين انا ما بقيتش كنوصي فيها كنقول لها انت سيري وسولي ليا. كان مسكين الله عمرها عطاني عطاني كاع لي زانفورماسيون زعما لي سوق باقا ما هضراتش معايا. قلت لك علاش كنت ندير من الدكي كنت نعاود لها الاسئله. لا سير على خاطرك هي درتي بحال كذا واحد سير هو الاول بحال الله. عاوتاني تلاقينا مع واحد السيده قالت لنا انا غنوصل هاد المراه كانت تخطا الشنطه وانا نقول صاحبي فين سولوها. بعدا الحمد لله كنمشي لديك الناس اللي كيصيفطنا عندهم. الله اختي عرفتي وزاره الخارجيه قالت لي اجي معايا، جات وصلتنا للدرب ديالها قالت لنا راهي شتي فين كاين هذاك وراه هي تما. انا دابا عاد غادي نمشي سبحان الله والله الحمد لله. وقالت لنا شوفوا حدا وراسكم حدا وراسكم راه كاين السماصريه هنايا باش ياخذ عندك فلوس داكشي كامل. صابر ما خلصنا حتى ليا ما تحاولش حاسه بالله والله اصلا كنت كنقول لك تخلصي فلوس. المره الجايه غادي تخلصي فلوس وما عرف صراحه واش هذا ولا ياك انا غلطه ياك ما داكشي تبدل يا اما السيد اللي عطاني لا هذه ديال الاصل كلها كانت كتخلص دابا ما بقاتش واخا من وراك وحيدوا داك التمر اللي كانوا كيديروا. يلا خذوا الارض دابا ليتس جو. احنا جينا للقنصليه شنو الناس تما واقفين
بقينا واحد البنات استغلينا الفرصه بقينا هاك بالك سولي ما سولت نعيطوا لهم قبل ما كيجاوبوا بغينا نعرفوا واش خصنا نيت رونديفو ولا اللي حيت قال لك هنا ديال الرباط رونديفو مي ديال كازا ما ماشي مشكل وما فيهاش رونديفو ديال كازا كتسد المشكل من 10 ل 12 اللي كيعرف انت حطيتو نقول عليه بغيت نقول ثلاثة غتزوجين هذا الشيء بحال هكا قالت لي غدا ان شاء الله كنا شديت شوفي السبعة ان شاء الله كوني عندهم لا غنكونوا عندهم دابا غادي نمشي ان شاء الله للكونسولا لا لا الصباح هو واقف قال لي خصني نمشي شويه بكري باش نشد رونديفو بحال اللي زعما كنشد الصف زقنا في الشتيوة سالينا يلا غنشد دابا الطريق ان شاء الله صافي نرجعوا طبعته اخيرا المهم طبعت ب 350 درهم طبعتهم لي بجوج مي وحده خلص عليها وحده قالت لي ما كتخلصي لها والو دابا الفيديو اكثر غنشوفو غير في الطوموبيل حيت كنهضر معاكم غادي نمشي ناخذ من عند السيده الترجمه وبالي ناقصني حتى الباسبور خاصني ليغاليزي دونك فوق بروبابل نرجع ان شاء الله حتى للقنصليه دابا السيده اللي كاينه اللي هي خارجه كونجي ما كاينش شكون يعطيني المعلومه اللي بصح كل مدينه كتختلف اون فيت على شنو كيطلبوا في الوراق غير بوغ فو دير باللي راه هادشي كامل يلا المرحله الاولى ديال الوراق اللي خصني نجمعهم ليه اللي هما ديالي ثلاثه ونطبعهم باش نصيفط ليه يدير شهاده الكفاءه صافي دونك عاد ان شاء الله هادي عشت فيها ستريس انا عاد كنقول الباقي ما ربي يسهل سيت الورقه بغيت نصيفطها سيت عندي عمرت كلشي و صافي المهم طاح ديال شي ب 335 درهم سلام انتما شوفوا ضربت عليكم الشفران غادي نشوف المقطعه ان شاء الله باش غادي نبداو ثاني في الوراق ديال الفرين خصني نعاود ثاني شي ورق اللي دابا خاصين بيا انا اليوم معايا بنت خالي سلام بيت عطات المقطعه صوبوا لي الوراق خاصني دابا غير جوج شهود ونكمل عليا هذه احنا جينا المقاطعه وهما الشهود ولد خالي وخويا ماشي حنا راه موسقين ولكن دابا غادي في الاصل المقاطعه خصني نقدم ثاني الورقه ديال هذيك النسخه كامله وشهاده الخطوبه صافي واخيرا غنكون خديت هذه الورقه اللي مشيت عليها ثلاث ايام ماشي صراحه الخطا مني انا كنت تعطلت وداك الشيء لا هو المقدم كيعيط ليا صافي جاوبي جاوبي انت على الدروج اللي كنت كنتسنى فيهم بعدي دابا انا وياه فين جينا مع 10 الكونسولا عندنا الرقم 30 عرفتو شي ثلاثة سوايع حنا كنتسناو في القنصلية دابا ان شاء الله غادي نعد المطرجة تشيكي كثيرة بنت لكم تشيكي عرفو عليها زعما عرفتو كاين واحد الموت ديال الصهد نعاود نشوفكم غيزة جا معاه سالينا دابا مع المترجم دوزنا ليه الوراق مشينا درنا تصاور حداه فغيمون خصنا نطيرو كنقضيو هنا وهنا وهنا صباح الخير لقيتونا شدينا الطريق للرباط دابا وصلنا غنمشيو نطلعو لوزارة العدل ان شاء الله على حساب باش ناخدو السجل العدلي اللي كليكم وغنطلعو باش نطبعو في وزارة الخارجية الورقة ديالو اللي هي شهادة الكفاءة دابا وصلنا لوزارة العدل عمرنا واحد الفورمولير قالنا غادي ترجعو مع ثلاثة دابا راه على 10 خدينا تاكسي خلينا طونو في الباركينغ صوغن بزاف والبلايص يلاه غاكوبيرينا السجل العدلي ديالو الحمد لله كلشي لحد الان دايز مزيان ودابا غادي نشدو الطريق عينا صراحه اليوم صبحت مريضه ولكن كنتجراو انا وغيزات كنجريو من هنا لهنا 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 نفوتكم في المقاطعه والمعدول اللي عند المترجم غادي دابا للمحكمه سالينا دابا من المحكمه خدينا واحد البرا اللي خصنا نعطيوها دابا الولايه ديال الزرقطوني تما دابا غنكون عندنا لونكات ان شاء الله نلحقوهم نورمالمون راه يلاه جوج وتوت ولكن انا ما عرفتش اش غادي نشوف الخلعه من هاد لونكات حيت بقاو عليا عندك هذا فرحانين خرجنا من الولايه الحمد لله كلشي داز مزيان عندي مهم ان نمشي لشي ادمينستراسيون ونلقاهم كيتعاملوا مزيان عندي نقطه مهمه جدا صافي بليزير لقى بلي واحد كيدير خدمته من نيتو وخدمته على زعما بواحد لو ريسبي وداكشي ثاني واحد الرقم قال لي هذا الرقم ما تحتفظي به حيت من بعد غادي نحتاجو دونك هما غيصيفطوا داكشي للرباط وابخي جو بونس غيجاوبوهم وديك الساعه خصني انا نمشي للمحكمه وخاصهم خاص لو جوج يشوف غيزات ويهوب ان شاء الله انه يدوز هادشي دغيا ولا يصيفط هادشي قبل ما نمشي مي الحمد لله
حنا فرحانين خرج قلنا الله تقدر في الكاميرا يبان لكم بلي زعما راني كنعاود لكم عادي مي راه قمه ستريس وقمه سيرو اجي واحد ستريس لا مجيتي لا مجيتو لي زانفورماسيون هما اللي خايب باش تجمعيهم. لقيتونا رجعنا من الولايه مشينا نتشيكيو واش هذاك البحث اللي دفعنا زعما غادي يكون صافي رجعت لنا الورقه ولا مازال. من مشينا الحمد لله فينالمون لانه كنتسناو فيها دفعناها الخميس في العشيه قلنا صافي راه ديجا مشات للمحكمه. قلت ليه عفاك قول لي بلي مشات شوفوا غيبان لكم لا فاتيك في وجهنا انتم مازال معايا تتزوجوني. جينا للمحكمه المحامي صافي دار ليا مسكين هو النيابه وداكشي كيفاش جيت غير سينيت في الورقه وسينا ليا فيها القاضي والحمد لله اخيرا سلمنا. صافي اللي كيقول لي دابا ماي وايف زعما كنت حنا راه ما متيقيش صافي الحمد لله من بعد العناء ومن بعد التخسيخ وسيرواجي واخيرا هذا خدينا اذن دابا الزواج وحتى نتوما الله يسهل عليكم وتيسر حتى نتوما لكم الامور ان شاء الله. خصني نوريكم الوقت ديال كنسيني عافاكم باش تما غادي نقول لكم سالا الفيديو نبهتو ما المساله ما انا وشوف انت شوف شوفني بصح ماشي تيسخسخونا عرفتي حمزة شاهد عين ما شاهد ما والو عياني صايم روسي الوحده عياني اجي انت هي خليها تالي توقع كل شيء جيب اب جيب اب جيب اب اجي حمزه سلام على رسول الله الله يتمم لا جاء سيدنا محمد الله معاج العالي الله يكمل عليكم الخير الله يبارك فيكم.